شاركت مملكة البحرين مماثلة في معهد الإدارة العامة بيبا في تنظيم المؤتمر الدولي المشترك بين شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة والجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة تحت عنوان الإدارة العامة تحت الضغط نحو إدارة عامة مرنة متجاوبة تعاونية وتحولية، والذي تستضيفه دولة فلسطين برعاية كريمة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الفترة من 7 وحتى 3 يوليو الجاري. من قلب الوطن العربي وبوصلة العالم فلسطين، وبالتحديد من مدينة رام الله، انطلق المؤتمر الدولي المشترك بين الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة أيجيا وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينا بار في نسخته الرابعة، ليضع الخطوط العريضة لبحوث الإدارة العامة التي رسمت ملامحها شبكة مينا بار منذ تأسيسها، ويواصل رسم الخرائط الإدارية لمستقبل الإدارة العامة في بلداننا العربية، بما يسهم في إعداد قيادات عربية قادرة على اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على أسس علمية، وبما يحقق التنمية المستدامة في المنطقة. وتسعى شبكة مينا بار هذا العام لخلق منبر للحوار وقناة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الباحثين والمهتمين والمؤسسات العامة والقطاع الخاص من مختلف دول العالم لمواجهة أبرز التحديات التي تواجهها البلدان العربية في هذا المجال. وقد حملت مملكة البحرين هذا الهم من خلال سعيها الدؤوب لربط تطوير الإدارة العامة بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بما يخدم المواطن أولاً، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال وضعه لاستراتيجيات فعالة وبناء قيادات وطنية حكومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وكذلك نقل المعهد لخبراته للدول الصديقة والشقيقة للاستفادة منها بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطن العربي. أتوجه بالشكر لكم ولمملكة البحرين للدور الكبير الذي لعبته هذه الدولة الشقيقة لنا في التحضير لهذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر يعقد بالتعاون الوثيق ما بين دولة فلسطين والبحرين. هذا المؤتمر الحقيقة بالنسبة لنا له كثير من الأهمية الكبيرة، حيث يعتبر من المؤتمرات الاستثنائية في المنطقة. المؤتمر يعقد بمشاركة 50 دولة وحوالي 10-15 مؤسسة عالمية في هذه الدولة التي تواجه مجموعة من التحديات. وقد كانت مملكة البحرين نقطة الانطلاقة لننطلق بعدها إلى تونس ومن ثم إلى مسقط، وها نحن اليوم في بلد الزيتون فلسطين الحبيبة، لأننا كوطن عربي واحد بحاجة إلى دعم عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية في المنطقة، والتي هي جزء أساسي في عملية التطوير الإداري، خاصة في ظل ما يجمعنا من قواسم مشتركة مع تعزيز الشراكات الدولية نحو إدارة عامة فاعلة ترتقي بالتطلعات الدولية. من المنامة، مسقط، تونس، ففلسطين، جاب المؤتمر عواصم العالم العربي ليضع الخطوط العريضة لبحوث الإدارة العامة وليساهم في إعداد قيادات عربية مميزة ترتقي بتطلعات مجتمعاتها والعالم أجمع. من مكان انعقاد المؤتمر في رام الله، ديانا الخياط،